رجل زوجته ليست معه وهو معرض للفتن والتعامل مع النساء في عمله، فهل يجوز له ممارسة ما يسمى بالعادة السرية لحفظ نفسه من الوقوع في الأسوأ؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك. ما يحتاج المقدمة هذه يا أبو محمد؟ تعمل زوجته مش معانا في تعرض لهذا، يعني خلينا في السؤال نفسه، هل يجوز ممارسة ما يسميه الناس بالعادة السرية وهو الإنزال؟ على كل حال هذا يعني عامة أهل العلم على التحريم، وأن هذا داخل في قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن المباح الاستمتاع بالزوجة وملك اليمين، أما يعني هذا الفعل للإنزال قال أهل العلم أنه داخل في يعني عموم هذه الآية، لم يأتي بخصوصه تحريم يعني حديث صحيح يعني في الأمر، فالأحاديث التي رويت في هذا من صحيح يعني بيحديث إنه هناك حلو وإن هناك حلو يأتي يوم القيامة ويلغو حبلة من الزنا ونحو ذلك، كل هذا أحاديث موضوع ليس مكسور. ولذلك في مذهب الإمام أحمد إن هذا قد يحل في الضرورة، يعني في الضرورة من غلبت عليه العزوبة حتى خشي أن يقع يعني في الفاحشة وفعل هذا، فإن هذا ربما يجوز، لكن الأئمة الثلاثة وغيرهم من أهل العلم على تحريم هذا الأمر.